الناس اللي مازال ما وصلهمش حريق كيحاولوا يحاولوا يزيد السمعه ديالهم على قد المستطاع. حميد صاحبي الله يلوح حقك.
لا حول ولا قوة الا بالله. في هذه الاثناء كما كتلاحظوا عبر مباشر راسها تورس في هذه الاثناء اني راه تلتهم السوق البلدي المارشي بمدينه ولاد الدين في انتظار تدخل الوقايه المدنيه. بدر بدر رجع خويا رجع رجع رجع. الكل متخوف من تماس كهربائي او يا بدر ساعة ساعة والله الا ساعة وانا كنصور انا والرجال ما كاين اللي بيدير شي قلب وكيقولوا انا بحال وكحا لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمك انا ما نصيح عليه والو. تلتهم جميع محلات السوق البلدي المارشي في انتظار تدخل الوقاية المدنية. إذا الكل كينتظر تدخل الوقاية المدنية المحلات التهمتها النيران كما كتلاحظوا مباشر من السوق البلدي المارشي. يعني جميع المحلات التهمتها النيران. يا رب السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. السعيد لا إله إلا الله. نتمنى الدعم ديال الوقاية المدنية كما كتلاحظوا الكهرباء. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن النيران تلتهم محلات السوق البلدي ومارشي في انتظار تدخل مرة أخرى في انتظار تدخل الدعم ديال القوات ديال الوقاية المدنية. يعني تمسات كهربائية لا حول ولا قوة إلا بالله. خسائر بالجملة على مستوى السوق البلدي بمدينة سولة تيمة. خسائر بالجملة لا حول ولا قوة إلا بالله. كما كتلاحظوا هذا المباشر عبر صفحة هوارس سيتي كنقلوا لكم ادي لايف كوم او دي لاي لا لايف كوم بس عافية لا على من السلامة لا من السلامة عدو مجيد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني خسائر كما كتلاحظوا خسائر بالجملة على مستوى جميع المحلات المتواجدة في السوق البلدي المارشي. ولا زال لا زالنا في انتظار تدخل الوقاية المدنية. يعني الدعم يعني الوقاية المدنية من تولد تيمة لا يكفي لسد او لاطفاء هذا الحريق. يعني حريق ما شاء الله كاين الى
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الفتنة حول ولا قوة إلا بالله. أنتم أنك تشوفوا قائد المقاطعة باش ياك يتدخل حتى هو بنفسو. عندك هذيك تاع المارشي ما هي تاع المارشي لا حول ولا قوة إلا بالله. عندك لا حول ولا قوة إلا بالله. خسائر الجملة على مستوى محلات الصوف بلدي المارشي. نتمنى الدعم من جماعة المجاورة على مستوى الوقاية المدنية.